السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير باذن الله. اليوم غادي نتكلموا على واحد الام اللي بلا ضمير، وحاشا واش تسمى ام، وحاشا واش تكون انسانه. واحد السيده اللي رمات كبتها في البركاسة في تصرف لا انساني، ولكن شاءت لا اقدر ان ربي طول العمر لهاد الرضيعه. قصه مؤلمه كنعيشوا بحالها يوميا، نفس الفيلم كيتعاود، كيتبدلوا غير الشخصيات. اطفال رضع كيترماو في البركاسات بحال شي حاجه ما عندها حتى شي قيمة. الله عز وجل كرم الروح وحرم قتل الروح، ولكن واحد الفئة تجردوا من الإنسانية ولو بحال شي وحوش كيرميو هاد الأطفال في البركاسات بحال إلا هاد الوليدات ما كيسوا حتى شي حاجة. بالعكس، روحهم عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. أنا كنت جالسة هنا، جات سيدة هبطت من بالكشميلة كحلة، وحطت ديك الميكات الزبل، الميكات اصلا الزبل اللي كرموا فيها الزبل، حطاتها ملي حطاتها وقفت عليها وحده بالطوموبيل. هذيك كي لقيتي قلتي لي مقجوج قجه هي كتبغى تمشي تقتلها والروح عزيزه عند الله. هي حطاتها مشي الكاميو الزبل اللي قرفعه مع الزبل. هي حطاتها والكاميو الزبل جاي هنا جات قالت لي مرة نعتق الرضعة، من رضعة البنت عاد ولات مسكينة فيها الروح، عاد ولات فيها الروح. دابا البنت رضعت ودابا عاود رضعتها في الكوميسار بنيتها. هربت كان واحد هربت وعاد واحد العيالات هنا، قلت لهم واحد الطربيه كاينه في البركاسه وما يهربوا مشاو خلاوني نمشي تعدمو القهوه. مشيت عدمو القهوه ويجي مول القهوه شافه وعاد السيكيريتي جاو المخزن. إذا الخبر كيقول أخوتي أنه اهتزت منطقة جوهرة البحر بحي بوقنادل بمدينة سالا البارحة يوم السبت 24 دجنبر على وقع العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على طفل رضيع في أشهره الأولى في حاوية القمامة. وحسب بعض الشهود فقد تم العثور على الطفل حيا وسط الأزبال من طرف أحد المراهقين الذي يمتهن جمع الأزبال والمتلاشيات، فيما قال بعض الشهود أن سيارة أتت قبل ذلك مسرعة وألقت الكيس بالحاوية وهمت بالفرار. وقد حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية وانتشلت الطفل من القمامة لنقله للمستشفى بالموازاة مع مباشرة التحقيقات الأولية لتحديد هوية المتخلين عن هذا الرضيع. إذا أخوتي باش نختصر لكم القصة وتفهموا مزيان الموضوع، أنه الوقيتة اللي غتوقع فيه هاد الواقعة جات مع الوقيتة ديال صلاة المغرب. شابة لابسة مزيان مغطية الوجه ديالها بالكمامة باش ما حتى واحد ما يتعرف على الهوية ديالها، غادا تهبط من واحد السيارة وغادا ترمي ميكا ديال الزبل حاشا وجهكم اخوتي في البركاسة. هاد البركاسة اللي متواجدة في واحد الحي راقي بمدينة سالا، والوقيتة اللي الشابة رمت فيها الميكا شافتها واحد السيدة اللي كانت جالسة في الجردة قريبة لهاد البركاسة، ولكن ما شكت في حتى شي حاجة، ما شكتش في هاد السيدة، قالت عادي شي وحدة رمات الزبل في البركاسة وركبت في الطوموبيل ومشات في حالتها. ما هي إلا دقائق معدودة كيجي واحد الولد صغير مول الميخالة كيقلب في البركاسة على الميكا أو الحديد أو الزاج كيجمعو باش كيعاودوا فيه البيع من بعد. المهم هاد الولد هذا كتبان ليه واحد الميكا يعني محطوطه فوق البركاسه، كيحلها الولد باش يشوف شنو اللي كاين في الداخل ديالها، كيتفاجئ بالراس ديال واحد الرضيع. هنا هاد الطفل الصغير فغادي يتصعق، غادي يتخلع بداك المنظر اللي شاف، وغادي يمشي عند شي عيالات كانوا جالسين غير حدا البركاسه وغايقول لهم العيالات عفاكم اجيو شوفوا راني لقيت واحد الرضيع في الميكا مليوح في البركاسه ديال الزبل. هنا هاد العيالات غادي يخافوا وغيهربوا وما غيقدموش يد المساعده. من بعد هاد الولد مول الميخاله غادي يمشي عند واحد مول القهوه قريبه غير تما في المنطقه، وقال ليه شنو وقع شنو وقع، وبالفعل مول هاد القهوه غادي يعلم السلطات اللي غادي تحضر من بعد. نرجعوا دابا للسيده اللي تكلمنا عليها في الاول اللي كانت جالسه في الجرده قريبه للبركاسه، واللي شافت هاد البنت هادي هابطه من السياره ولاحت الميكا ديال الزبل ومشات في حالاتها. فهاد السيده اللي كانت جالسه في الجرده شافت كل شيء ومشات للبركاسه
منين لقات ان الدري يعني كيعيط على الناس كيقول لهم اجيو شوفوا شنو لقيت شنو لقيت، فهاد السيده اتجهت للبركاسه حلات ديك الميكا، فعلا كتلقى رضيعه ما فايتاش العمر ديالها 3 ايام يعني حديثه الولاده يلا كيتزادت، معموله وسط جوج ديال الميكات يعني ميكا مضوبله وملويه في واحد ليزار خضر ومقجوجه البنت مسكينه بواحد تريكو او لا بواحد الحزام، البنت حتى زراقت وتقجات كانت مسكينه علاين غدا تموت. فاول شيء هاد السيده جزاها الله خيرا حيدات لهذاك الشيء باش كانت مقجوجه، البنيته هنايا باقا حيه ولكن العوينات ديالها مسدودين يعني البنيته صافي زراقت غدا تموت، حيدات لهذاك الخيط باش كانت مقجوجه. جات واحد المراه اخرى اللي كانت حتى هي جالسه غير تمايا في الجرده، شدات هذيك البنيته مسكينه حيدوها من الميكا وشداتها وربعاتها، عطاتها الحنان ديالها وربعاتها. هاد البنيته منين رضعات وتحيد لي هذاك الحزام اللي كانت مقجوجه به وحيدت من وسط الميكات، فالبنيته حلت عويناتها ورجعت فيها الروح من جديد سبحان الله تعالى. جاو السلطات هزوا الرضيعه وداوها معاهم لابريغاد وداو كذلك هاد النساء وداك الوليد اللي هما شهود على هاد الواقعه كاملها باش يعطيو الاقوال ديالهم في الكوميساريه امام الضابطه الامنيه. ودابا راهم كيقلبوا على الهويه ديال هاد السيده هادي اللي هبطات من الطوموبيل ورمات هاد البنيته في البركاسه ديال الزبل حاشا وجهكم اخوتي، ارتكبت هذا الفعل الاجرامي في حق هذه الرضيعه اللي لا حول لها ولا قوه. من بعد اش اللي غادي يوقع اخوتي في الكوميساريه؟ المراه اللي رضعت البنيته في الجرده باش رجعت فيها الروح فغدا تعاود ترضعها مره ثانيه في خطوه انسانيه منها، البنيته رجعت فيها الروح حلات عويناتها بدات كتحرك اللهم لك الحمد. رجال الامن مشكورين على الانسانيه ديالهم، شراو لهاد البنيته الحليب وشراو لها القرعه ديال الماء وتم نقلها للمستشفى من اجل تلقي العلاجات الضروريه، وعلى محال هي دابا صحتها بخير وعلى خير وبين ايادي امنه لان ربي كتب لها عمر جديد بفضل هاد النساء اللي تدخلوا وعتقوها. وحده حيدات لي هذاك الحزام اللي كانت مقجوجه به وخرجتها من ديك الميكا، ووحده جات باش ترضعها وترجع فيها الروح وتغديها من الحليب ديالها في الوقت اللي الام ديالها الاصليه ما حناتش فيها، لواتها في جوج ديال الميكات وقجاتها ولحتها في البركاسه في الوقيتة بالضبط اللي عرفت بان الكاميو ديال الزبل كيدوز من ديك المنطقه باش كيجي كيجمع الزبل. تخيلوا معايا الوحشيه ديال هاد الانسانه، يعني الام الاصليه ديال هاد الرضيعه بغات ان الكاميو ديال الزبل حاشاكم يهز هذيك البركاسه يخويها وكيتمطحن هذوك الازبال باش تخلص من الجثه ديال هاد البنيته هادي مسكينه. من جهه اخرى ديك المنطقه كيكونوا فيها بزاف الكلاب الضاله، يعني هاد الام اختارت المنطقه بعنايه مزيان، يعني الا ما طحنهاش الكاميو ديال الزبل غادي يجيو الكلاب الضاله وياكلوها. شوفوا الاجرام، شوفوا قله الضمير، شوفوا انعدام الانسانيه حتى فين وصلت اخوتي. كيف يعقل امراه دير في كبتها هاد الشيء وما ترحمهاش؟ ولكن ربي كبير سخر لها العباد ديالو وعتقوا هاد الرضيعه لان ربي بغاها مازال تعيش، والله اعلم اشنو غادي تكون منين غادي تكبر، ربي معاها والله يحفظها يا ربي امين والله يحجبها من كل سوء ومن كل شر. تخيلوا معايا اخوتي ان امها اللي حملات بها بطريقه غير شرعيه او لا عن طريق الزواج الله اعلم، حنا ما كنعرفوش الهويه ديال هاد السيده، هزاتها في كرشها 9 اشهر وتكرفست عليها حتى ولداتها، وفي الاخير منين ولداتها ما رحمتهاش وكانت باغا تقتلها بطريقه بشعه، ولكن الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. لنفرض ان هاد الشابه غلطات وحملات بطريقه غير شرعيه، يعني ربي ما قالكش سيري قتليها، ربي قال لك ديري وسيله اخرى، يا اما غادي تحملي المسؤوليه ديال ديك البنت او لا سيري حطيها في شي خيريه او لا عطيها لشي اسره تبناها وما عطى الله غير هما. بزاف ديال الاسر اللي ما كيعطيهمش ربي الدريه كيبغيو يربيو بالاخص البنيتات، البنيتات يعني محبوبات ومطلوبات وبزاف كيبغيو يربيوهم الناس، كاينين بزاف ديال الطرق باش انك تخلصي من هاد الرضيعه بلا ما تلجئي انك تقتليها.
ولكن اش غنقول لكم، الاجرام ديال بعض الناس اللي كيجري لهم في الدم ما كيفكروش في هاد الامور، هما كيفكروا في الجريمه، كيفكروا في القتل. والله ياخذ الحق في هاد السيده هادي فين ما كانت وكيف ما بغات تكون وشكون هي، فالله ياخذ فيها الحق. باش ترمي كبدتك بهذه الطريقه وتخلصي منها في الازبال بحال الا كانت شي حاجه لا شيء، ما كتسوى حتى شي حاجه، فحسبي الله ونعم الوكيل. للاسف يوميا كنسمعوا برضع مرميين في البركاسات، يا اما كيكونوا باقين حيين، في اكثريه الاحيان كيكونوا اخوتي ميتين. نعم اخوتي، خصكم تعرفوا بان يوميا كنقرا اخبار بحال هذه، رضع اللي كيترماو بطريقه بشعه في البركاسات بحال شي زبل. حاشا وجوهكم اخوتي، شنو ذنبهم؟ شنو ذنب هذا الرضع؟ شنو ذنب هذا الروح هذه؟ الا انت انسانه فعلا غير مسؤوله، فشنو ذنب داك الرضيع ولا شنو ذنب ديك الرضيعه؟ انت تحملي مسؤوليه الغلط ديالك، انت ارتكبتي غلط وبغيتي تحملي المسؤولية لذاك الرضيع ولا ديك الرضيعة، ماشي حشومة عليك. ربي كرم الروح وربي عزز الروح، ما عندكش الحق ترميها في طرود الزبل، وما عندكش الحق تقتليها، وما عندش الحق بعض النساء اللي كيديروا عملية الإجهاض وكيقتلوا الأجنة اللي زرع فيهم الروح، اللي كتسمع القلب ديالهم كينبض في البطن ديال الام ديالهم، ومع ذلك كتلجأ للاجهاض باش طيح داك الروح اللي عززها سيدي ربي باش تخلص من المسؤوليه او لا تخلص من الفضيحه او لا او لا او لا. فاش غنقول لكم اخر كلمه باش غني هذا الفيديو هذا، فحسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد ولا اي وحده كيتعداو على هذا الرضع اللي ما عندهم حتى شي ذنب مساكن. الله يرحمنا اجمعين والله يحفظنا اجمعين يا ربي امين. شكرا على الحضور ديالكم الكريم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه اخوتي.